الصوديوم هيدروكسيد اكويوس سوليوشن من غير ميجرنج ذا بي اتش او اي انديكيتور. يبقى هاو تو ديفرنشيت بتوين صوديوم هيدروكسيد اكويوس سوليوشن اند امونيوم هيدروكسيد اكويوس سوليوشن without using an indicator and without measuring pH value, without measuring pH value. اعمل ايه عشان افرق ما بينهم؟ طبعا يا اما احط solution فيه copper ions by adding a solution containing copper ions او solution containing aluminum ions او solution containing calcium ions. اذا انا استخدمت الكوبر مع الصوديوم هيدروكسيد هيديني بلو بريسيبتت، ومع الامونيا هيديني بلو سوليوشن، دارك بلو سوليوشن. طيب الالومنيوم هيديني مع الصوديوم هيدروكسيد وايت بريسيبتت سوليبل ان اكسس، وايت بريسيبتت ذات ديزولفز، وهنا هيديني وايت بريسيبتت ان سوليبل ان اكسس، وايت بريسيبتت insoluble in excess of ammonia. مع الكالسيوم هيديني مع الصوديوم هيدروكسيد white precipitate insoluble in excess، لكن مع الأمونيا no change no reaction no precipitate or slight precipitate or slight precipitate. تمام؟ يبقى عشان أفرق ما بين الصوديوم هيدروكسيد والأمونيوم هيدروكسيد ممكن أستخدم التست فور كاتاينز عشان أفرق ما بينهم من غير ما أستخدم لا indicator ولا pH value method. تمام؟ إيه كمان؟ في بعض التيبس خاصة بالأورجانيك كيمستري، في بعض التيبس خاصة بالأورجانيك كيمستري في بيبر 6، التيبس دي مهمة جدا. هنكتب أورجانيك كيمستري تيبس. إيه الأورجانيك كيمستري تيبس؟ أول حاجة ليكويد الكينز أند الكينز بيتميزوا بايه؟ اولا لهم بتروليوم اودر، they have petroleum odor او petroleum smell. طبعا they are colorless و immiscible with water. immiscible with water. كمان they catch fire easily and burn with a smoky flame. يعني طلعوا دخنة لما يتحرقوا. تمام؟ They dissolve liquid alkanes and alkenes. They dissolve iodine crystals. يدوبوا الايودين crystals giving purple solution. يبقى لما يجيب لي في الامتحان ويقول لي unknown liquid كذا، ويقول لي انه عنده petroleum odor وانه colorless وانه immiscible with water، ويديني اي هنت من الثلاثه دول ان هو catch fire easily, burn with a smoky flame, dissolve iodine crystals to form purple solution، يبقى هو liquid alkane او liquid alkene. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للالكينز والالكينز. ثاني حاجه هنشوفها الالكحولز. تاني شيء حاجه هنشوفها الالكحولز. ايه الهنتات المميزه في الالكحولز؟ اول حاجه they are colorless liquids, they have antiseptic smell او antiseptic odor. كمان they mix easily with water, mix easily with water. They dissolve the iodine crystals giving brown solution. كمان they react with اللي جاي ده مهم جدا طبعا عشان ده تيست مميز قوي قوي للالكوحولز. الالكوحولز تتفاعل مع الاسيديفايد بوتاسيوم مانجانيت وبتدي color change طبعا من pink to colorless.
كمان بتتفاعل مع الاسيتيفايد بوتاسيوم دايكروميت وتدي كلر تشينج من اورنج لجرين. يبقى الالكوحولز مره تانية are colorless liquids, they have antiseptic smell, easily mix with water, dissolve iodine crystals to form brown solution, react with acidified potassium manganate and dichromate to give مع المنجانيت color change from pink to colorless مع dichromate from orange to green. طبعا الالكوحولز are highly flammable, highly flammable, ولما بيتحرقوا they burn with a yellow فليم, مش سموكي فليم زي الالكينز والالكينز. البرنينج بتاعهم ما بيطلعش دخنه او سموكي فليم زي الالكينز والالكينز.